بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، إخوتنا الرياضيين، ناصر الأحمد يحييكم من ملعب رعاية الشباب بالملز بمدينة الرياض، ويسره أن ينقل لحضراتكم وصفا حيا للقاء النادي الأهلي المصري الشقيق مع مضيفه ضمن تصفيات البطولة العربية في مجموعتها الثانية للأندية أبطال الدوري في مدينة الرياض التي تقام فيها هذه التصفيات هذه الأيام. وطرف اللقاء الثاني هو نادي الهلال، ويتضح على الشاشة الآن أسماء فريق الأهلي المصري: ثابت البطل، حمادة صدقي، علاء عبد الصادق، محمد سعد، محمود صالح، عصام ربيع، عمرو أنور، طاهر أبو زيد، عادل عبد الرحمن، طارق خليل، صديق الجمال، إيهاب جلال، ياسر محمدين، وضياء الدين السيد، أحمد محمود حسن، ومحمد عبد العظيم عثمان. يمثل الهلال السعودي صالح السلومي، منصور الأحمد، حسين الحبشي، خالد أبو نيان، عبد الرحمن التخيفي، عبد الله الهذلول، خالد التيماوي، عبد الله البرقان، سامي الجابر، إبراهيم القرملة، صفوق التمياط، في الاحتياط خالد الدائل، يوسف الحمود، بندر الرزيحان، تركي الزياد، وخالد النفيسة. بدأت المباراة قبل قليل، وبسم الله الرحمن الرحيم، كرة يتركها لطاهر أبو زيد، يلعبها أرضية سهلة، طاهر أبو زيد تلعب مرة ثانية، تلعب بالعرض لعبد الله البرقان اللي خلصها بالراس على لاعب محمد سعد الظهير الشمال للأهلي المصري، يلعبها ناحية صديق الحمال، وماشي صديق وخش عليه منصور الأحمد في توقيت سليم. حلوة يا منصور، حلوة يا منصور، يلعبها طويلة ما إلى أحد من زملائه خارج الملعب في منتصف الملعب البرقان. حلوة يا عبد الله، يلعبها ناحية خالد التيماوي، أحلى لحسين الحبشي، حسين يصوب حلوة أرضية، محاولة جيدة يا ربيع مرة ثانية، ماشي عصام يعدي من إبراهيم، يلعبها لطاهر أبو زيد، طاهر أبو زيد مع عبد الرحمن التخيفي، تلعب مرة ثانية لصديق، قوية جنب القائم حسين الحبشي، حسين الحبشي شاركوه، طارق خليل يعدي حسين منتصف الملعب، على يمينك خالد التيماوي، حسين يلعبها حلوه لابراهيم، خلصها محمود محمد، ترجع لعبد الله البرقان، يلا يا عبد الله، عدي عبد الله من واحد، ويلعبها على يساره لحسين الحبشي، حسين الحبشي حلوه لخالد التيماوي، انما طويله عليه شوي، حصلها محمد يحيى اللي مررها خاطئه لثابت البطل، ويلعبها سهله لطاهر ابو زيد. Channel 2 would like to inform you that you can now follow the soccer match between Al Hilal of Saudi Arabia and Al Ahli of Egypt. يغير اتجاهه ويلف يلعبها ناحية صديق الجمال، عرضية وبعيدة وحلوة تعلي على راس عادل عبد الحق وصالح السلومي. حلوة يا صالح. عبد الله الهذلول، عبد الله البرقان، عبد الله البرقان، تمريره حلوه لابراهيم، شوت يا ابراهيم، شوت يا ابراهيم، حلوه حلوه يا قرمله، حلوه يا ابراهيم وحلوه يا برقان، تمريره حلوه من البرقان لابراهيم، شوفها مره ثانيه، صوب ابراهيم القرمله وصدها ثابت البطل، حلوه يا ابراهيم وحلوه يا ثابت، ابراهيم الجابر والقرمله، سامي الجابر وابراهيم القرمله، تغيير اماكن جيد بينهم، حسين الحبشي ما في داعي تعطل الكره يا حسين، العبها للاسهل لعبد الله البرقان، يلعبها حلوه ناحيه سامي، سامي يلعبها احلى ناحيه خالد التيماوي، سامي لخالد مره ثانيه، ترجع للخلف، شوت يا برقان، حلوه حلوه يا برقان وحلوه يا شباب، حلوه من شباب الهلال، حلوه والجمهور الاهلي المصري صدق للعبه الحلوه اللي ثابت البطل ايضا، شوفها مره ثانيه بالبطيء، حلوه من لاعب الهلال سامي، تلعب لمحمد سعد، محمد سعد لعبد الرحمن التخيفي، عبد الرحمن التخيفي ومحمد سعد، منصور الاحمد ليه طاهر ابو زيد، الله يا سلومي، حلوه يا سلومي وحلوه يا طاهر، عصام ربيع، عصام ربيع، طاهر ابو زيد ترجع مره ثانيه لطاهر، الكره الاولى حلوه وقذيفه وسريعه وقويه وحلوه يا صالح، تسلم يا صالح يا سلومي، شوفها قذيفه دوليه في الواقع، شوفها مره ثانيه قذيفه دوليه جدا 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 من طاهر، بالتوفيق ان شاء الله، وطبعا الوطن اهم من الهلال طبعا من المشاركات الاخرى، يفتقد لابرز اللاعبين العرب على الاطلاق صالح النعيمه، ولايضا لاعبه فهد المسبيح، ولا شك لهم تاثيرهم الكبير في اي مباراه يلعبوها سواء
معنى به الهلال او مع المنتخب كما هو تاثير لهم في الانديه الاخرى. واقع على الارض سامي الجابر. ماشي يا حسين يتقدم يلعب الاتماوي سهله يا حسين. حسين داخل منتصف الملعب مره ثانيه في خطا، خطا على محمد يحيى. يلعب عبد الله كره على راس ابراهيم، حلوه من ابراهيم وفي دقيق. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى ايضا ان الهلال السعودي يكسب اللقاء. صفوق التمياط، تعدي من واحد يعدي من الثاني، وفي خطا، في خطا من على طارق خليل. ضربه حره غير مباشره، عبد الله يلعبها لصفوق التمياط، يحصلها صفوق، يحاول يعدي من علاء ويلعبها عرضيه حلوه وثابت البطل. طبعا الحكم ممكن يكسب الخطا هذا. سامي خالد التماوي، خالد يلعبها لسامي، يتركها لابراهيم لسامي، وفي خطا لصالح الهلال. في اللعب عنيف شوي من الاهلي المصري. نفذ ضربه الزاويه، طاهر ابو زيد يشارك في الكره، ترجع لمحمد سعد، لمنصور الاحمد، لطارق خليل يخلصها. حلوه يا تيماوي، حلوه يا تيماوي، شارك ابراهيم الجابر، ترجع لسامي، سامي لسامي، يلا يا سامي على يمينك، على يمينك ابراهيم يا سامي، ما في داعي تتاخر بالكره، تلعب لي عبد الله البرقان، عبد الله البرقان لسامي، شوت يا سامي، وين في مشاركه؟ وين؟ ضربة زاوية هلالية، حلوة يا شباب، حلوة يا شباب، ولاعب الاهلي المصري يحتاج الحكم يتقدم ضربة جزاء. واقع على الارض سامي الجابر، شوف عادة مرة ثانية الصورة البطيئة للعبة اللي قبل شوي، ما فيها شيء، ضربة زاوية عادية. عبد الله اللدلول معك طاهر، حلو يا عبد الله، يرجعها للخلف للتخيفي، التخيفي يلعبها لصفوق بالراس للخلف، حلوة لسامي، صلحها لابراهيم، صوب يا ابراهيم، صوب يا ابراهيم، ما في داعي تتأخر، ما في داعي تتأخر. الهلال لأنه يمثل الكرة السعودية ولا يقوم في الواقع بدور مدرب للاعبين، تلعب حلوة ناحية سامي، سامي صوب بعيدة على المرمى. حلوة يا سامي، حلوة يا سامي يا جابر. يعلي طاهر وصالح السلوم يخلصها للمدافع حسين، ترجع لمنصور الأحمد بالراس يخلص الصنف القايم، ترجع مرة ثانية لمحمد سعد عنده عبد الله البرقان يلعبها لتصدم في خلص يا حسين. حلوة يا حسين، يخلص لصفوق، حصل يا صفوق، يعدي من محمد يحيى ومعاك ابراهيم، معاك ابراهيم يا صفوق، خلص كرتك يا تمياط. ترجع لي عمرو انور، حلوه يا سامي، شاركوا سامي، ترجع لعبد الله الهذلول، عبد الله الهذلول للبرقان، 45 دقيقه انتهت، لعبد الرحمن الكفيفي للبرقان، البرقان على يساره، خالد التيماوي يلعبها لحسين الحبشي، صفوق وقع على الارض، حسين يحاول يعلي، يعدي من واحد وما فيها شيء، ما فيها شيء، مشي الحكم اللعب كله عن ثابت البطل. محمود يحيى وحسين الحبشي مرة ثانية، تلعب من طارق خليل، طويلة على عادل عبد الرحمن التخيفي، يلعبها حلوة للبرقان، البرقان في منتصف الملعب يلعبها لخالد التيماوي، خالد التيماوي يلعبها ناحية عبد الرحمن ومعه محمد سعد، حصلها خالد التيماوي مرة ثانية، يلعبها ناحية التخيفي اللي يلعبها القرملة، شوف القرملة جول هلالي، حلو حلو يا تخيفي، حلوة يا ابراهيم، هدف هلالي ملعوب، حلو حلو يا شباب الهلال، هدف هلالي ملعوب، هدف هلالي ملعوب وجميل وحلو واحلى من كذا ما في، حلوة يا تخيبي، حلوة يا تيماوي، حلوة يا ابراهيم يا قرمة، حلوة حلوة يا شباب، الاهلي المصري أصبح صعب في المباراة. حلوة شوفها مرة ثانية، ما في أحلى من كذا، كورة في المرمى، أحسن تصرف لأي مهاجم يحط الكورة في المرمى، وهذا اللي سواه إبراهيم، وإن شاء الله نشوف هدف ثاني، والخير جاي إن شاء الله من لاعب الهلال وللكرة السعودية إن شاء الله. خالد أبو نيان، إبراهيم القرملة، عبد الله البرقان، شوفها مرة ثانية بالبطيء، حلوة الكرة في الشبكة، عبد الله الهذلول، خالد التيماوي، الآن الأهلي المصري لا شك بيتقدم للأمام في محاولة لإحراز هدف التعادل.
محمد يحيى. يا سلام يا تيماوي. يلا يا شباب يلا يا تيماوي، بحاول يشوت يشوت أرضية ضعيفة سهلة في يد ثابت البطل. هدف التعادل اللي نتمنى إن شاء الله ما يجي. طاهر أبو زيد ما يشوت، شوت طاهر ويثبت السلومي، شوت طاهر أبو زيد ويثبت طاهر. تيماوي لعبد الله الدول، حلوة كرة هلالية في الواقع، جميلة جدا. حتى الآن السامي، سامي للجرملة للبرقان على يمينك إبراهيم، يصوب إبراهيم وبعيدة عن مرمى ثابت البطل، ضربة مرمى. نفذ الخطأ، تخيفي للبرقان وخاطئة من البرقان، ترجع جهة عمرو أنور اللي صوب أرضية صالح السلومي. يوجه لاعبين للنقل الكرة بشكل أسرع، محاولة لإحراز هدف التعادل. عمرو أنور ما يشوت، شوت عمرو أنور ويمسكها السلومي. اللعب للخلف سريع ناحية على عبد الصادق، يشارك صفوق، حلوة يا تمياط، العبها طويلة من عبد الله الهدلول لصفوق التمياط، ويعلي طول على نفسه كرة صفوق، وجاري صفوق التمياط وما على عبد الصادق، ويلعبها صفوق التمياط وواقع على الأرض صفوق وعلى عبد الصادق، ورمية جانبية لصالح الأهلي على ما يبدو، واقع على الأرض حسين الحبشي، وبالسلامة إن شاء الله. خيفي صديق جمال عبد الرحمن وخالد ابو نيان يشارك بالراس، حسين الحبشي يلعب كره طويله ناحيه صفوق التمياط. يلا هذه كرتك يا صفوق، صفوق التمياط مع محمود محمد، وفي خطا شيء طبيعي، خطا 100% على محمد يحيى لصفوق التمياط، سريعه لخالد التماوي، خالد التماوي صوب كره لثابت البطل. غير رايه طاهر بمحاوله لانه يصوب، يلعب على يمينه مره ثانيه لعلاء، علاء وصالح السلومي. حلوه يا صالح. حسين الحبشي، حسين الحبشي على يمينه البرقان، يلعبها لعبد الله البرقان، ماشي عبد الله، ماشي عبد الله، ماشي عبد الله البرقان، يحاول يمررها لخالد النفيسه، يشوت عبد الله البرقان، تصدم فيه محمود محمد للقرمله، للبرقان، للقرمله مره ثانيه، للبرقان وطويله على عبد الله، انما يحصلها ومعاه عادل في اللعب عرضية، يحصلها محمد يحيى. لا شك بالنسبة لمدرب الهلال تعتبر نتيجة سعيدة جدا وطيبة من وجهة نظره، فضل غياب عناصر كثيرة من لاعبي الهلال الدوليين، 10 لاعبين يغيبون عن الهلال في هذه المباراة. زياد نزل، خالد النفيسة دخل للشمال، وعمرو أنور الضايق من صدر حكم المباراة. خالد التماوي كرة لحسين الحبشي، 40 دقيقة، أهم خمس دقائق في المباراة تقريبا الآن بالنسبة للهلال، المحافظة على الفوز فيها أهم تقريبا من الوقت اللي مضى بالنسبة لنادي الهلال. طبعا عبد الله الهدلول مع صديق عادل عبد الرحمن، يعدي منه عبد الله، وفي خطأ لصالح الهلال في منتصف ملعب الأهلي المصري. الشوط الثاني قل أداء قليلا، وإن كان الهلال سجل هدف وهذا هو مطلوب. تصويبة قوية من خالد النفيسة، حلوة وبعيدة عن مرمى ثابت البطل، نفيسة وعلى عبد الصادق، حصل على عبد الصادق يلعبها سريعة طبعا يا عمرو أنور، طارق خليل ماشي يلعبها لطاهر، ماشي الطاهر، أرضية في المرمى، أرضية في المرمى الهلالي، هدف للأهلي المصري، هدف للأهلي المصري. طاهر أبو زيد في الدقيقة 42 يا شباب، حلوة من طاهر أبو زيد، طبعا صوب أكثر من مرة طاهر أبو زيد، حقق النتيجة اللي وفاها اللي هو هدف لصالح فريقه، هدف تعادل. محمد سعد صديق الجمال، منصور الأحمد معاه، تلعب لطاهر أبو زيد، يحاول يصلح لنفسه، لخالد التيماوي، خالد التيماوي يلعبها لعبد الله البرقان، أصحي يا عبد الله، معك طاهر أبو زيد، تلعب لي صديق الجمال وصالح السلومي، وماسكها صالح السلومي. سعيد طبعا بهدف طاهر أبو زيد، ومن حقه يفرح بطبيعة الحال. كرة عند صديق الجمال يعلي، يلا يا سلومي، حلوة يا سلومي، وفي هذه اللحظة يطلق أعزائنا المشاهدين حكم المباراة الدولي بركي عبد الرحمن صافرته، معلنا عن انتهاء هذا اللقاء الشيق والممتع بين الإخوة والأشقاء.
الأهلي المصري الشقيق والهلال السعودي ضمن تصفيات المجموعة الثانية لبطولة الأندية العربية والتي تقام هذه الأيام في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض. محدثكم ناصر الأحمد، أرجو أن أكون قد وفقت بتوفيق من الله في نقل هذه المباراة لكم، ولكم تحية مخرج هذا اللقاء وزملاء العاملين، حتى ألقاكم في لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.